Many months later. اهلا بكم الاصدقاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده ديال ريد بوكس. نتمنى هذا السيت اب الجديد والاستوديو الجديد يعجبكم، يعني بدلنا شويه الكونسيبت، بدلنا المنظر. اليوم كيف ما قريتوا في العنوان ديال هذا الفيديو، غنقدم لكم واحد التليفون، واحد سمارت فون باقل من 1200 درهم. او ماي جاد، واو. هاد السمارت فون جانا من شركه ريالمي. هي واحد الشركه اللي بزاف ديال الناس ما سمعوش بها ولا مازال ما تعرفوهاش. ملي تنقولوا ريالمي بحال قلنا اوبو، بحال قلنا وان بلس، هما شويه ولاد العم. كاينه فيفو عاوتاني، شركه فيفو، هما ولاد العم، ولاد الخال، كاملين تيجيو من واحد الكونغلوميرا سميتو بي بي كا الكترونيك. المهم علينا، اليوم غادي نشوفوا هذا الهاتف، غنكتشفوا جميع هذا الهاتف. باقي ما جربتوش، ما استعملتوش، دونك غادي نكتشفوا انا وياكم اليوم. هاد الهاتف سميتو C2 C2، كيف ما تشوفوا معايا. تيجي في هاد البواطه الجميله الصفراء اللون. الوغ ريالمي C2 فيه 2 جيجا في لاغام، فيه 32 جيجا في ستوكاج 4G LTE FDD TDD مسائل. دونك 2 جيجا في لاغام كيف ما قلنا، و 32 جيجا في ستوكاج. دونك غادي نقومو بالافتتاح ديال هاد الهاتف هذا. غنستعملو سكين اوفيسيال ديال ريد بوكس. فوالا، الوغ كيف ما قلت لكم هاد الهاتف مازال ما جربتوش، غادي نكتشفوه اليوم اجميع. الوغ ديجا اول حاجه تتلقاو هاد لو ميساج، هي ويلكم تو ريالمي فاميلي، مرحبا بكم في عائله ريالمي. دونك هنا غالبا تيكونوا شويه ديال لا دوكيومونطاسيون، شويه ديال الوريقات، طريقه الاستعمال، والنيميرو السري ديال الهاتف، هادشي اللي كاين هنا. مازال اللعيبه ديال الكارت سيم، اللعيبه ديال الكارت سيم، باش تقدروا تجبدوا الكارت سيم. اوكي، هادشي كامل مزيان. تندخلوا مباشره للهاتف، الا بغى يخرج خرج عافاك. دونك هاد لا كولور سميتها، هاد لا كولور الى عقلت سميتها بلو دايموند، يعني اللؤلؤ الزرقاء. الناس اللي عاقلين على اللؤلؤ الزرقاء. قوموا بافتتاح الهاتف، فوالا. دونك الهاتف تيجي بحال هكا في هذا اللون الجميل ديال اللؤلؤ الزرقاء، في هذا ليزيفي شويه ارتستيك. نحيدو هذا اللون، فوالا، نشعلوه. إذا كان فيه شويه لاشارج، دونك هاهو تيشعل. نخليه يشعل هنا، ونشوفو شنو عندنا في لابواط. عندنا شارجور ثقيل. شنو كاين عاوتاني هنا؟ خرج عافاك. عندنا كابل ديال الشارج، دونك شارجور، كابل ديال الشارج، والهاتف ديالنا ديريكتوم. كاين لا ما كاين لا كيت ما لي بغى لعيب. هي بيني وبينكم من الاحسن يكون تليفون رخيص، وما يعطوناش معاه كيت ما لي وغلي عيان. يعني الواحد الا بغى ياخذ كيت ما لي بغى يشريه لراسو، ولكن ينقصو لنا من الثمن ديال التليفون. دونك دابا غادي نشوفو لي ريغلاج، انستالاسيون ديال اندرويد. الويفي ميوري اكور يوتيليزاتور كونتينيور. دونك غادي ندير واحد الكونفيغوراسيون سريعة جدا. بليس اكسبتي. ريكونيسونس فاسيال اي كود. دونك ريكونيسونس فاسيال يعني تيمكن لي انه يتعرف عليك عن طريق الكاميرا. جو بونس ما فيهش لومبرانت، ديجا في الدار ما كايناش لومبرانت، كايناش لومبرانت. بون ديجا نديرو لو تور ديال التليفون نشوفو شنو فيه. ديجا فيه جوج ديال لي كاميرا فلاش، كاميرا بلس دو كاميرا بلس الفلاش. هنا فيه
port ديال لي زيكوتور. تحيه للناس ديال الايفون اللي ما عندهمش لي زيكوتور. فيه بور ديال الشارج ماشي يو اس بي سي، يو اس بي عادي ميني يو اس بي. شوفوا بلاصه لي كارت سيم، شنو عندنا في لي كارت سيم. فوالا دونك عندنا دو كارت سيم، جوج بلايص ديال لي كارت سيم بلس بلاصه ديال الكارت ميموار. حاجه مزيانه، ستوكاج ما كافيش، الواحد تيبغي يزيد ستوكاج ديالو يزيد كارت ميموار. دونك كيف ما قلت لكم التليفون تيمشي مباشره للمهم، هادشي علاش ما فيهش لي زيكوتور. بغيتي لي زيكوتور خد لي زيكوتور ديالك، ولكن تيقصوك من الثمن ديال التليفون. الوغ ريكونيسونس فاسيال انجلاج، دونك ديجا خصنا نديرو شي كود، غندير ان كود ساهل. عقلو معايا، 6 ديال لي زيرو. داكوغ، دونك دابا غادي يدير التسجيل ديال المعلومات ديال الفيزاج ديالي، يعني الوجه ديالي، غيتعرف على الوجه ديالي، شوف واش غيعرفني، واش غيعقل عليا ديجا. داكوغ، قالك اكتيفي لوبسيون سولفي ليكرون، يعني ملي تهز ليكرون تيدي فيرويا. اوكي، رجعنا للويفي، ما بغيناش نديرو الويفي. ميزاجور اوتو لا نوي، يعني تيدير لا ميزاجور بالليل، حاجة مزيانة. امبورتي لي دوني، يعني الا كان عندك تليفون ديجا قديم بغيتي تجيب لي دوني ديالك، لي كونتاكت، لي فوتو لي عندك وهادي، سي با لا بين. دونك نوفو تليفون، هاتف جديد. دونك هاد الهاتف تيتميز بكولور او اس. كولور او اس هي واحد لاكوش تجي فوق من اندرويد، وتزيد دي زوبسيون جداد. دونك تيكونوا عندكم لي زوبسيون القدام اللي كاينين ديجا في اندرويد، وتيتزادوا دي زوبسيون جداد. الناس اللي تيستعملوا الهواتف ديال اوبو تيعرفوا كولور او اس بزاف. ديجا الاستعمال ديال الهاتف خفيف. نجربوا الموسيقى، شوفوا الموسيقى كيفاش كتسمع. جيسبر تكونوا تسمعوا الصوت مجد فيه. التليفون صراحة ثلاثة الحوايج اللي تهموني فيه، نقدروا نقولوا أربعة. ديزاين يكون فيه بور جاك وبلاصه الكارت ميموار، هاني ناصحك يكون فيه بلاصه بور جاك ديال لي زيكوتور وكارت ميموار، والحاجه المهمه كاع تكون الكاميرا مزيانه، وتكون الموسيقى مزيانه، ويكون خفيف في الاستعمال، يعني 6 7 د الحوايج. شوفوا دابا الكاميرا كيفاش غادي تخرج. نحطوا هاد البواطا هنا، نجربوا في الاول الكاميرا العاديه. فوالا، دونك فيه جوج ديال لي كاميرا، فيه زوم اوبتيك فوا ان ولا فوا دو. فوا دو تيدير الزوم كتر، دونك نديرو فوا دو فوا ان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كون كانوا تيقولوا لي بان في سنة 2020 غيولي تليفون ديال 1200 درهم تيصور تصاور بحال هادو، كاع ما كنت غادي نثق. جربوا مود سيلفي. تا 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 تا. المود سيلفي جميل جميل جميل. ما تقولش هذا التليفون ديال 1200 درهم، مود سيلفي جميل، كيبان لك الديتاي ديال الديتاي. جربنا الكاميرا، جربنا الصوت، شنو باقي لنا نجربو؟ نجربو في لي جو، انستالي شي جو رابيدمون ونرجع ليكم. الوغ خلينا الجو تيتيليشارجا، مشيت جبت واحد الكويز داتاي على ما يكمل التيليشارجمون. الوغ دابا نشوفو فين وصل. صراحة ليكتور دومبخانت مهم في التليفون. الحاجه الوحيده اللي نقدر اللي ما عجبتنيش في التليفون بزاف هو ان ما كاينش ليكتور ديال لي زومبرينت. دونك دابا غادي نتيستيو كال اوف ديوتي.
اوكي اوتوريزي اوتوريزي كل شيء تنديرو سيدي اوتوريزي دونك غادي نشوفو دابا التليفون ديال 1099 درهم واش غيخدم كال اوف ديوتي مزيان واش التليفون ديال 1099 درهم غيخدم كال اوف ديوتي مزيان هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبو عليه دابا نيت مازال خصو تيليشارجي شي حاجه ضروري خصو تيليشارجي شي حاجه One eternity later سير الاشاره الريزوليسيون ديال ليكرون ديال التليفون فيها 720 بيكسل على 1560 بيكسل ماشي شي ريزوليسيون كبيره ولكن بالنسبه للتليفون ديال 1099 درهم راه لا ريزوليسيون مزيانه يعني لا ريزوليسيون ماشي ولكن الحاجه الوحيده اللي ما جبدنيش في ليكرون هي ان الضو ناقص شويه جاني الضو ناقص شويه انا دايرو في الماكسيموم الجهد ديال الضو جاني الضو ناقص ولكن بارابور لهنا الاستوديو قوه الضو وهذه راه سي نورمال دونك اكسبتي مازال خصو يشارجي مازال شارجمون واحد اخر A few moments later. سير الله الخفة والرشاقة الخفة والرشاقة أجي نتبدأ بالتلول نتبدأ الثاني زيد كاين شي كليان اخر واحد السيد بان لي ليه ملي تيكون اللعب خفيف ساهل باش تقتل اجي انت تسنى انا راجع لك اجي انت سيدنا باش نديرو خلاصه لهاد التليفون صراحه التليفون مزيان يستاهل الثمن ديالو ولكن انا قلت لكم كون كان فيه ليكتور ديال لي زومبرانت وكان ليكرون شويه زايد في الضو جاني ليكرون ناقص في الضو عيت من زيد في الضو جاني شويه ناقص في الضو زعما هادو هما جوج حوايج اللي ما عجبونيش فيه بزاف لو غيست كاميرا مزيانه 13 ميجا بيكسل كاميرا القدام 5 ميجا بيكسل ليكرون ديالو الريزوليسيون مزيانه 720 بيكسل على 1560 ليكتور دو كارت ميموار دو كارت سيم عاوتاني كون كان فيه يو اس بي تيب سي غادي يكون احسن دونك ريالمي الا كنتو تسمعوني ديروا يو اس بي تيب سي ديروا ليكتور دومبرانت وخليو نفس الثمن خليو نفس الديزاين وارا برا اخر حاجه نديروها هو نقارنوا لاطاي ديال ليكرون نورمالمون فيه 6.1 بوص في لاطاي ديال ليكرون غادي نقارنوه بتليفون اخر اللي هو هواوي ايغريك 9 دونك هنا تيبان لكم بان التليفون شويه صغير بارابور لهواوي جيسبر يكون تيبان مزيان تليفون شويه صغير واخا فيه 6.1 ولكن تيبان التليفون شويه صغير بارابور لهواوي ايغريك 9 هواوي ايغريك 9 اللي زايد عليه تقريبا الدوبل ديال الثمن ديالو الثمن ديال هواوي ايغريك 9 تقدر تاخذ جوج ديال هادو دونك هاد لا فيرسون اللي كانت عندنا اللي جربنا اليوم فيها 2 جيجا في الرام و 32 جيجا ديال ستوكاج تدير 1099 درهم كاينه فيرسون وحده اخرى فيها 3 جيجا ديال لا رام وفيها 64 جيجا ديال ستوكاج هذيك تدير 1299 درهم دونك هادشي اللي كاين ما يتقال على التليفون شكرا لكم وتحياتي لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد شكرا لكم على التتبع ديالكم يمكن لكم تتابعونا على انستغرام اللي غادي تلقاوه لتحت الا ما كنتوش دايرين سبسكرايب للفيديو لاشين بليز سبسكرايب صافي دير سبسكرايب صافي وصلك الجديد